الرحمن الرحيم. الحمد لله، شكرا للسيدة والسادة المستشارين المحترمين. الحكومة عدمت نفس إصلاحي واضح، وقمت بالأرض ضد برنامج الاستحداث. لو كانت الحكومة السابقة كلها قامت بواجبها، الحكومة السابقة لم تقم بواجبها كاملا، كل واحد شوية مجهده. خصنا كونون تعاونون دتو نفس ديال الأمال ونفس إصلاحي، نشوفوا بلادنا بطريقة إيجابية رغم وجود أنا هادشي كنقولوا بلادنا غادا مزيان. كاين مشاكل، كاين تأخرات، كاين إشكالات خصنا نحلوها لشبابها هو الكثير، وكاين مشاكل خصنا نعالجوها. صحيح، أنا متفق معكم. طيب، إذا الحكومة عندها نفس إصلاحي قوي رغم العراقيل، وأنا ما نقولش لك شكون هما هذوك سميتو، أنا قدام نصبر الميدا ما نقولش لك شكون. شحال مرة الجميع السياسيين كيهضروا هكا، سي عبد الرحمن اليوسفي شحال مرة كيقول جيوب مقاومة تغيير، ما عمره ما كاين، لأن دابا جينا هما أنا بغيت غير نشوفهم معرفهم، هما كيعتلوني وأنا كاملة ما شايفهم. شكرا جزيلا والسلام عليكم ورحمة الله. سمحوا لي ماشي فقط العدل اللي غادي خصي ديال العدل ولا لا جيستيس اللي كدير خدمتها لان واحد سب ولا هذا المغاربه خصهم يديروا خدمتهم. المغاربه اللي خصها الطبيه خصنا نعاودوا ليه الطبيه ديالو. ما يمكنش الشباب منهم، وهذه مناسبة أنهم نتلقى منهم الآراء ديالهم والأفكار ديالهم، وكل واحد يشانج إن شاء الله. هذه يومين كنت بني ملال في فوا وفي أزيلال كذلك في دمنات، واليوم في مراكش كان عندي لقاءات كبيرة مع واحد العدد ديال المواطنين، ولا في ميدان ديال الفلاحة ولا في ميدان ثاني ديال السياسة، وكان نقاش وحوار وحقيقة. أوكي، اسمح لي الخوت، المهم عندكم بديوا هذا آخر حاجة تكتب عليكم على أول حاجة. يعني قال لك زعما المواطنين في بني ملال وفي ميدان ولا ما عرف دابا هو في براش وين صلى اليوم تاهما، يعني طلعوا الزاكوره ما بقاش الناس، ما يعني قال لك المغرب الاخضر هو اللي كتشد يعني زراعه ديال الدلاح، مش كاع الاراضي ديال الزاكوره وديال طاطا نشفهم، الناس ما بقاش عندهم تما باش يشربوا، يعني الماء المولى غير صالح للشرب مثلا، يعني ولا الناس خصهم يحفروا شحال، خصهم يحفروا بعض شحال من مترو باش يوصلوا الماء وما توصلوش. اذا ما كاين مخطط المغرب الاخضر كاين مخطط المغرب الناشف، يعني الناشف يعني ما يبقى لكم والو حتى الماء ديالو ما بقاش عندكم، يعني ما بقاو ما تشربوا، يعني ما يسولش عليكم. هذا همه الوحيد، لا مواطن لا بني ملال لا هذه لا هذه، همه الوحيد هو يوصل رئاسة الحكومة ويدخلها يعني في السي في ديالو. راه قال لك يدير، قال لك دار أول فيديو ديالو في الانستغرام، فهمتي انستغرام تهضر معاه، واه راه ما عندوش انستغرام، شحال من واحد عنده انستغرام، ولا هذاك المواطن اللي هضر عليه واش عنده انستغرام، واش عنده 11 درهم ديال الماكلة، تهضر مع البرجوازي ديال المغرب، أول فيديو في الانستغرام تماك أصحبي. وفهمتي، وثاني حاجة كما قلت لكم هذا باغي يدخل هذيك يعني عنوان في البيوغرافي ديالو بأنه رئاس الحكومة سنة 2021، هذا هو الهم ديالو، ما مولا مواطن لا والو، حتى دابا هو حتى المسؤولية في الحكومة هذيك وزير هو وتخاوي، ويقول لي دابا شنو دار في الحكومة هذي، يقول لي يقول يعني يقول لنا بالأرقام يعني شنو حقق في الحكومة هذي والإجازة ديالو، ما كاين والو، إذا كان صادق، فهمتي، إذا درنا على دابا ما يقولش 2021 نردو المغرب بحال طوكيو ولا بحال فهمتي بحال سنغافور، ما يمكنش واخا تكون عنده ماشي واخا يكون هو يعني راسه الملزم من السماء ديال القضية، ما كاينش واحد يقدر عليها. لا كان شي حاجه يقول لها دابا اش تيدير في الحكومه هذه، شنو هي الانجازات ديالو، عطينا الارقام والاحصائيات ديك الساعه، ماشي يجي يقول لي بدينا 2021 غادي تشوفوا غادي يدير لكم، هذا هو النص، فهمتي، بحال شي الحوت في الماء، فهمتي، دابا داك الشيء شي الحوت في الماء لا يمكنش، نقول لكم وحده ولا فهمتي، بعدا يقول لها 17 مليار ديالو فين مشات، فهمتي 17 مليار فينا هي ديال المحروقات اللي صبي على الشعب، يقول لي لا فينا هي علاش تيحاول هذا يصب على الشعب ويتهرب يعني من المسؤوليه. هذا راه اش نقول لكم، الا وصل هذا الحكومه في 2021 غادي الغرابه يولي يطيح لهم الساول، فهمتي، غادي الغرابه يعيشوا البجاعه، فهمتي، ما بقاو ياكلوا، فهمتي، لان كلشي غيصدروا. المهم تحيات الله يعاون. سمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وصاحب السمو الأمير مولاي إسماعيل، كما تقبل أمير المؤمنين شت العيش الجايين.
ولا هي شجيين.